السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم إسبيتيز. كما قلت لكم أنني غادي ندير لكم جزء ثاني ديال طواليت أودي. ديجا درت لكم الجزء الأول، ما عرفتش واش عجبكم ولا لا، ولكن كنتمنى أنه يكون فاتكم. الجزء الثاني غادي يكون تتم من الجزء الأول. كنصحكم أولا أنكم ترجعوا تشوفوا الجزء الأول، ضروري جدا باش ممكن أنكم تتبعوا معنا هذا الجزء. هذا الجزء هذا غادي نهضروا فيه على بارتي واحده اللي هي لا رياليزاسيون دي سوا. كيفاش يعني؟ يعني لا تكنيك كيفاش كتدار. بهذه الطريقه هذه غادي نكون ان شاء الله كملنا لا طواليت اودي. ولا كانت شي حاجه ولا استفسار ولا جزئيه ما طرقنا لهاش فهاد طواليت اودي، ممكن انكم تشيروا اليها في التعليقات، وغادي نكون سعيد جدا بانني ندير فيديو ثالث غادي يكمل هاد السلسله ان شاء الله. اول حاجه ان شاء الله غادي نطرقوا ليها هي لو فيزاج اي لو كو. واول حاجه كنديروها فاش كنبغيو نديرو الصوان ديالنا ديال الفيزاج اي لو كو، اول حاجه كنديرو الغازاج سي بوزوان. كيفاش؟ مثلا بالنسبه للرجل ديما كما قلت لكم في الجزء الاول كتخيلوا واحد لا سيتوياسيون، هذه واحد الطريقه فعاله جدا من اجل انكم تحفظوا لي كور ديالكم، من اجل انكم تعقلوا على لي زيتاب. وكثر لي زيتاب اللي كيكونوا طوالين بزاف في لي فيش تكنيك. انا عارف وانتم عارفين ان اصعب حاجه كاينه في الدومين هي لي فيش تكنيك في الحفظه ديالهم. لذا الحل اللي كنعطيكم هو انكم تشدوا دوك لي زيتاب وتحاولوا تيماجينيو واحد القصه. هذيك القصه اللي كتخيلوها نتوما غادي تكون محترمه دوك لي زيتاب. فاش تجيو تخرجوا وتسمبطوا دوك لي زيتاب من دماغكم من الحفظ ديالكم غادي يجيكم سهل وسهل بزاف. كنتمنى انكم تحاولوا تطبقوها. غادي نحاولوا حنايا نديروا نطبقوها في هذا المثال. هذا قلنا في لو فيزاج اي لو كو غادي نديروا اول حاجه الغازاج. الا كان اون بطبيعه الحال غادي نديروا الغازاج، يعني غازاج سي بوزوا الا كنا محتاجين له. واخا اول حاجه غادي نديروا اول ايطاب عندنا هي غازواغ ديكتريك اسيك غازي لو نيتواي اي لو غونجي. عفوا يعني الا كان عندنا غازواغ ديكتريك يعني ديال الطون غادي نغازيو، غادي نحسنو داك لوم الوجه ديالو وغادي نيطويوه، ومن بعد غادي نجمعو داك الشيء، غادي نغونجيو داك الشيء نجمعوه ونقادوه كيف ما كان في الاول. صافي ليطاب الثانيه دابا هذه واحد هذه باش ندخلوها في لي ستوك اللي قلت لكم. هي غادي تخيلوا معايا انت جيتي للسيرفيس جبرتي لو باسيون ديالك في الشومبر ديالو، درتي سافا لاباس عليك كلشي مزيان بخير، تخيلوا ان داك سميتو محمد، سي محمد لاباس عليك كلشي مزيان، جبرتي ان الوجه ديالو شويه صال يعني شويه موسخ وقاصو شويه الدم ولا شي حاجه، المهم ولا تقيه ولا شي حاجه بحال هكا. مثلا محمد عنده شويه ديال اللحيه وداك القي ولا داك اللي بوم يسمو اللي دارهم بقاولو شويه في اللحيه. شنو خصك دير له؟ خصك دير له هاد الطواليت ديال لو فيزاج اي لو كو. صافي دابا اول مرحله جينا غادي نديرو سي محمد، غادي نبريباريو الماتيريال شي درنا عليه في الفيديو الاول. من بعد ما نبريباريو الماتيريال ونهضروا معاه ونكسبليكيو له سميتو لو سوا وكلشي غادي نبداو. هذه هي المرحله اللي راحنا فيها في هذا الفيديو دابا. فاش غنجي نبداو؟ الا كان عندي غازواغ الكتريك غادي نجي وغادي نحسن بشويه وغادي نيتواي يعني نيتواي الوجه ديالو، نيتواي البلاصه، ومن بعد ندير لونجي الماتيريال ديالي. هذه وحده. من بعد الا ما كانش عندي انا في السيرفيس غازواغ الكتريك وغالبا ما كيكونش، كيكون غازواغ امان يعني كيكون مسلح سنه. داك غازواغ امان سوا كنجيبو سوا كنطلبو سميتو لافامي ديالو كيجيبوه لي. متر دو لا موس اغازي سور لو فيزاج دو لون دو لو باسان غازي اي لوغانسي لو غازوار او فيو ان ميزور جوتي لو دون لي تواليت لو غازوار سورا جوتي دون ان كونتونير بوربيكتيف ديال كوتون او تروشون. انا نشرح لكم شنو كيعني بعد هذا الشيء. يعني من بعد ما جبت داك نوندومونتيج على يعني المسلح سانا غازوار امان كنشدو وكندير لاموس لاموس ولا كندير الصافون سوليد يعني وحده فيهم اللي كانت بوسيبل. ومن بعد كنغازي الفيزاج ديالي ديال السيد ديال السي محمد. من بعد ما كنحس ليه كنجيب واحد الباسان، هذاك الباسان اللي كنجيبو كنحاول انني نديرو تحتو باش داكشي اللي طاح كيطيح في الباسان.
من بعد ما كندير كنغنسي، يعني كنجيب ماء ولا شي حاجه كنغنسيلو بها. بعد ما كنغنسي كنجوتي داك لون دون لو طوال، داك لون اللي طاح لي من اللي غنسيت به كنسيبو. ومن بعد ما كنسيبو كنسيب مع داك اللام، سيبت مع داك اللام كنسيبو حتى هو، داك اللام كنسيبو ولكن كنسيبو شي هو كيتعتبر من لي ترونشون، يعني كنسيبو في كونتونير صافي. نيتواي واسان لافاج دو ما. بعد ما كنيتواي داك الباصنا اللي خدمت فيه وكنغسل يديا وكندير لو سيشارج، كنشفلو الفيزاج ديالو. وها انا درت التواليت، يعني مزيان درت المرحله الاولى في الحقيقه اللي هي الغازاج الا كان بوسيبل. الا ما كانش بوسيبل الغازاج، يعني الا كان اوم يعني راجل ومحسن ديجا، ولا كانت مرأة، شنو غادي نديرو؟ هاد المرحلة كنسميوها لافاج. وكتبدا أول مرحلة مثلا، نتخيلو دابا واحد السيدة جيتي دخلتي الشومبر الثانية وجبرتي السيدة، حتى هي شوا دارت لي فوميسمون، سوا وسخات وجاب أي نوع ولا أي شكل من الأشكال. أول حاجة كنديرو لافي لي زيو ألو كلاغ دو لانتيغيوغ فيغ ليكستيغيوغ. Attention, c'est une lésion très sale utilisée de sérum physiologique avec des compresses. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais commencer par la première fois. Je vais commencer par Fatima. Je vais commencer par la première fois. عليها كنحاولوا اننا نديروا لو كيكون كلير، كيكون يعني لو نقي، الماء كيكون نقي. وكنبداو من الداخل العين وكنخرجوا لبرا، ديما من العين الداخل وكنخرجوا لبرا صافي. وكنديروا اتونسيون، علاش؟ الا كان داك العين شويه مسخه وفيها العماش بزاف ولا شي حاجه بحال هكا، كنحاولوا نستخدموا السيروم صالي، وكنستخدموا معاه ملي كومبريس. هاد الماتيريال هادو وريت لكم التصاور ديالهم في الفيديو السابق صافي. المرحله اللي كتجي موراها غادي نديرو صابوني لو فيزاج لو كو لي زوغاي، يعني كنشدو الصابون كنديروه كندوزوه على وجهها كامل، وكنديروا حتى ودنيها ولوكو ديالها حتى هو. ومن بعد كنغنسي، كندير الماء كنكب عليه الماء ولا السيروم كنغنسي. ومن بعد كنسيشيه مزيان بيان سيشي. من بعد كان باسي اون كريم سيلون لو ديزير دو باسيون. في الحقيقه هذه ما كتقدرش عندنا في لي زوبيتو الماروك، ان ما غاديش تجبر داك الكريم، تقدر تجبرو عند الباسيون، تقدر تجبر سي عند الباسيون ولا الباسيون غادي ديرو صافي. كنتمنى ان هاد المرحله هادو بجوج يكونوا باينين وسالينا. دابا من اول حاجه اللي هو لو فيزاج ايلو، دابا غادي ننتقلوا لي مومبر سوبيريور إلى التوراكس، يعني اللي دينا بجوج بيهم والصدر ديالنا صافي. دابا نتخيلوا واحد سيتياسيون وحده اخرى، ولا نمشيو لسي محمد النيس اللي مشينا عنده في المره الاولى، وغادي ندخلوا عنده وغادي نجبروا ماشي غير وجهه بوحدو، يعني درنا له السوان الاول اللي هو لو فيزاج لوكو، وجبرنا حتى الصدر طايح عليه مثلا لي فوميسمو ولا الماكله ولا تا هو مستغ صال. شنو غادي نديرو؟ غادي نبداو اول مرحله، غادي نغوتيغيو لا شوميز، يعني داك لا شوميز دي لابس هو غادي نحيدوها له صافي. وغادي نصابوني لو برا، نصابوني لو برا لو بلو ايلواني ليسال لو توراكس. انسيستي سو لا بواترين بو لوتر برا، اون تيرمينورا بار لي مان. شنو كاين هاد الشيء؟ كاين اننا كنشدو اليد هو الاوليين وكنديرو لهم الصابون صافي. من بعد ما كنديرو الصابون كنطلعو حتى التواكس ديالو، يعني السطر ديالو، وحتى هو كنصابونيوه. وكان انسيستيو شويه على البواترين، يعني على وسط السطر ديالنا، على السطر بصفه خاصه. ومن بعد ما كنساليو كنساليو باليدين صافي. اون تيرمينورا بار لي مان صافي، بحال كنطلعو من اليد اللي قريبه. دابا تخيلوا معنا السيتياسيون ديال السي محمد، شدناه من يد مثلا لو بلي ايلواني، يعني اللي قريبه لينا اللي بوسيبل نشدوها له هي الاولى. شدنا اليد، بدينا صابونينا من اليد، بقينا طالعين زدنا على البواترين على التوراكس، حتى هو درنا له الصابون، ومشينا لليد الاخرى وسالينا باليد صافي. هكا غادي ندوزو.
بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي نغانسيو هذه شرحناها، غادي نسيشيو نشفو مزيان، من بعد غوتورني لي اكس دي اكستريميتي دي درا دي دون شوميز بروبر، كلبسو واحد الشوميز حتى اخرى تكون نقيه زوينه. فير لا بريفونسيون دي اسكار، شنو كنعنيو بفير لا بريفونسيون دي اسكار؟ غادي نشرحها لكم شويه، ودرت لكم على الماتيريال دي اسكار بور لا بريفونسيون، درت لكم عليه في الفيديو السابق. هادي مثلا عندنا واحد السيد، هاد السي محمد هذا شويه كبير في العمر، شي 50 ولا 50، وناس عندنا في السيرفيس مده ديال شهر مثلا، يعني اليدين ديالو كاين دوك لي بوين اللي كيكونوا اون كونتاكت مع لولي، هادوك لي بوين كيكونوا معرضين لي زيسكار. لي زيسكار هذا واحد الطرس بوحدو، الا بغيتو نديرو لكم نديرو لكم صافي، ولكن بهذا المعنى الدارجي بحال كيتحفروا له يدو كيطيبوا صافي. هاد لي زيسكار خصنا نديرو لا بريفون، خصنا نوقيوه منه، خصنا نديرو لا بريفونسيون دي زيسكار. وباش كنديروها؟ كنديروها بماتيريال وبتكنيك هضرت لكم عليها صافي، فيريفي لي زونغل صافي، وكنكونوا سالينا الخطوات ديالنا. دابا غادي ننتقلوا لبارتي وحده اخرى من الجسم ديال السي محمد، وغادي نمشيو نشوفوا لو دو، يعني ظهرو صافي. هذا السوان ديالو ساهل، يعني الطواليت ديالو ساهل. غادي نتورنيو لو مالاد سيغ لو كوتي، يعني الباسيون ديالنا السي محمد، غادي نقولو له السي محمد استلقى، يعني سميتو الونجي، الونجي لو باسيون، يعني هي نطلقو لو باسيون ينعس، و الى كان كيقدر يتحرك مزيان بطبيعه الحال. تورني لو مالاد سيغ لو كوتي، يعني غادي ندوروه للجنب، نقولو له دور للجنب، ديرو له بوزيسيون لاتيرال سيكوريتي تقريبا. وغادي نديرو لافاج، غادي نديرو لافاج بالصابون طبيعة الحال ديال الظهر ديالو كامل، ونحاولو نديرو بتيت مساج باش نحاولو نبريفونسيون، نديرو البريفونسيون دي زيسكار صافي. غانسي سيشي لو دو، يعني نديرو من بعد ما درنا الصابون الغانساج والسيشاج درنا عليهم كل مرة كنهضرو عليهم. بريفونسيون دي زيسكار تما قلتلكم شوية ديال المساج، شوية ديال لي برودوي بحال فاسلين كنديروهم باش مكيكونوش عندنا لي زيسكار. Ne pas oublier le côté où le patient est tourné. يعني ما تنساش الكوتي اللي كيكون داير عليه، حتى هو خصك دير له هادشي اللي هضرنا عليه صافي. داك الكوتي اللي كيكون داير عليه الجهه الاخرى ما غاديش توصل ليه، يكون تحت لاصق مع الليه، حتى هو طورو لديك الجهه الاخرى عاوتاني، وداك الجهه ما تنساهاش صافي. يعني كيكون سالينا حتى هاد السوا، ونتنقلوا للسوا الاخر. دابا غادي ننتقلوا للبارتيه الاخيره اللي بقات لنا، واللي هي لي بيي ديال سي محمد. غادي نشدو سي محمد وغادي نقولو لو يتألونجا عاوتاني. فاش غيتألونجا غادي نديرو لافاج ديال لي بيي ديالو لان ابخي لوطخ، يعني نشدو اللولة غادي نبداو بيها، ونساليو اللولة وغادي نمشيو للتانية ابتداء من لاكويز صافي. Bien, bien séché en très interstices, surtout chez les personnes diabétiques. Nous qui en avons, nous allons chauffer bien, ou خاصةً ما بين الصبع مثلاً، ما بين الرجل الأخرى، يعني في la partie génitale، سواء ديال الفم سواء ديال الأم، هذيك المناطق نحاول سيرتو chez les diabétiques. الناس اللي مريضين بالسكر سيرتو هذوك الناس نحاولوا نشوفوا مزيان. والبريفونسيون دي زيسكار كيف ما ديما. دابا استعينا تما هاد البارتي هادي، نظن بلي نوقفو شوية الفيديو هنا، لأن خصو ضروري ندير جزء ثالث. علاش؟ لأن مازال لي جوج البارتيات شوية طوال، البارتية الأولى هي طواليت جينيرال صافي، البارتية الأخرى هي سوان دو بوش، طواليت جينيرال و سوان دو بوش. غنحاول إن شاء الله نديروهم لكم في أقرب وقت، غادي نحطهم لكم تبعا لهاد الفيديو هذا إن شاء الله بحول الله. كنتمنى انني نكون بسط لكم الامر لاقصى درجه، وتكونوا فهمتوا مزيان 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 كيف ما غادي تشوفوا معي. بالنسبه لاول سوان درناه ديال والو فيزاج ولوكو، غادي نحط لكم فيديو ديال البراتيك، دوماج انا ما نقدرش ندير لكم براتيك، ما عنديش لي مويان دابا. هذا الفيديو هذا ديال البراتيك تشوفوا كيفاش كيدار اون ديريكت، يعني انا ندير لكم اللين راه سميتو فيديو 1 ديال لو فيزاج ايلوكو. غادي ندير لكم اللي حتى ديال الطواليت جينيرال،
ممكن تشوفوا التواليت جينيرال وغادي ندير لكم ليان ديال سوان دو بوش. هادو غنديرو لكم ان شاء الله في الفيديو القادم, ولكن ممكن تشوفوا لي ريفيرونس تاع هما كاينين تحت الفيديو ديما لي ريفيرونس, ولي فيديو اللي تقدروا يعاونوكم اكثر اكثر من الفيديوهات ديالي كنديرو لكم ديما تحت الفيديو ديما فاش تساليو الفيديو ديالي في اي فيديو كنت دايرو هبطوا لتحت وشوفوا الروابط اللي كندير لكم في التحت. الا كان شي سؤال فهادشي اللي قلتو ما تنساش ترهب لتحت الكومونتير وتسولني. كنطلبوا ديما الدعوه ديالكم, كنتمنى الله سبحانه وتعالى نكون توفقنا اننا نوصل لكم هاد المعلومات هادو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته, ملقانا في الجزء الثالث ان شاء الله. الفيديو الجاي مش يكون ان شاء الله متميز. خليكم دابا والسلام عليكم. We'll be right back.